كالمعتاد مشاهدينا، خلينا نبتدي بأهم الأحداث والأخبار اللي حصلت. الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتناول الاتصال الجهود الجارية الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال الاتصال موقف مصر القاطع برفض تهجير الفلسطينيين لمصر بأي شكل أو صورة، وهو الموقف الذي يحظى بتوافق دولي كامل. كمان امبارح تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء منطقة الحدائق المركزية النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة. كمان تفقد الحي السكني الثالث بالعاصمة R3 الإدارية لمتابعة الموقف الخاص بالوحدات المخصصة للموظفين والخدمات المتوفرة داخل الحي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول اتصال الجهود الجارية الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاتصال موقف مصر القاطع برفض تهجير الفلسطينيين لمصر بأي شكل أو صورة، وهو الموقف الذي يحظى بتوافق دولي كامل. من جانبه أكد الرئيس الفرنسي دعم فرنسا التام لموقف مصر، وشدد الرئيسان على خطورة أي تصعيد عسكري في رفح لتداعياته الإنسانية الكارثية على حوالي 1.5 مليون فلسطيني بهذه المنطقة، كما حذر الرئيسان من خطورة توسع الصراع على المستوى الإقليمي، ومن ثم ضرورة الدفع السريع لجهود وقف إطلاق النار والتهدئة الإقليمية. امبارح تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء منطقة الحدائق المركزية أو النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وده لمتابعة سير الأعمال النهائية تمهيداً للتشغيل التجريبي للمشروع. وأكد رئيس الوزراء خلال جولته إن هذه الحدائق تعتبر حلقة الوصل بين سلسلة من الأحياء العمرانية، وهتكون إحدى الحدائق المميزة على مستوى الشرق الأوسط والعالم، بل من أكبر الحدائق حول العالم. تفقد أيضاً الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية لمتابعة الموقف الخاص بالوحدات المخصصة للموظفين والخدمات المتوفرة به، وخلال جولته في أرجاء الحي السكني الثالث للتعرف على مختلف الخدمات المقدمة لقاطني، تفقد رئيس الوزراء إحدى المدارس الدولية الموجودة بالحي، واستمع لشرح حول ما تتمتع به المدرسة من تجهيزات وإمكانات متنوعة، وما تضم من فصول تعليمية ومعامل وملاعب رياضية، وما تقدمه أيضاً من خدمات تعليمية وأنشطة مختلفة لطلابها عبر مراحل التعليم. امبارح نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية مراسم تسليم الشهادات وتكريم الحاصلين على الألقاب العلمية وحملة الماجستير والدكتوراه من الأطباء العسكريين والمدنيين المصريين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة. وألقى الدكتور طبيب طارق رفعت النجدي رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية كلمة أكد فيها على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على بناء قاعدة من الكوادر العلمية المؤهلة، وده بالتعاون مع كافة المؤسسات الطبية والعلمية بالدولة بما تمتلك من كوادر بشرية وإمكانيات متطورة في مختلف التخصصات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية داخل مستشفيات القوات المسلحة والقطاع المدني. الموقع الرسمي لوزارة الدفاع نشر امبارح عدد من الوثائق الرسمية حول حرب أكتوبر 1973 تتضمن التخطيط الاستراتيجي العسكري لحرب أكتوبر، واللي بيرقى إلى أعلى درجات الفكر العسكري العالمي، شمل التوجيه السياسي العسكري القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعداد خطط العمليات والخطط التكميلية وتنظيم التعاون الاستراتيجي. أيضا تضمنت الوثائق اللي كشفها الموقع الرسمي لوزارة الدفاع إدارة الحرب من مراحلها حتى وقف إطلاق النار، وكيفية تصفية الثغرة ممثلة في الخطة شامل وشامل المعدلة، بالإضافة لفضل اشتباك وانسحاب القوات الإسرائيلية، وأيضا بعض مذكرات القادة. بالنسبة لأخبار المحافظات، في الوادي الجديد تم تركيب عدادات التحكم الذاتي في مياه الأبار الجوفية، وفي سوهاج تم إجراء 17 عملية زراعة قوقعة للأطفال بالتأمين الصحي خلال 48 ساعة. نروح مع حضراتكم لشمال سيناء، حيث تم تركيب محولات كهربائية جديدة في قرى الشيخ زويد. في كفر الشيخ تم تمويل 109 مشروع للأسر الأولى بالرعاية. تفاصيل وأخبار أكتر عن المحافظات هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي.
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الوادي الجديد أعلنت المحافظة عن تركيب عدادات المياه على الأبار بمختلف المراكز ضمن منظومة التحكم الكمي بمياه الأبار على مستوى المحافظة، وده تحت إشراف لجنة فنية. وتم تركيب حوالي 30 جهاز بخاصية التحكم الذاتي لمراقبة السحب الآمن من الأبار وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر على حدة وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة. في المنوفية أكدت المحافظة أنه تم توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأسمدة على المزارعين، وتم الانتهاء من توزيع أكثر من 35 ألف طن نترات ويوريا بنطاق المحافظة، وده اعتباراً من بداية الصرف للموسم الشتوي في الأول من أكتوبر 2023 حتى 17 فبراير الجاري. في سوهاج أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي عن إجراء 17 عملية زراعة قوقعة للأطفال خلال 48 ساعة بوحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال للتأمين الصحي، وده ضمن المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة. في شمال سيناء نفذت شركة الكهرباء ومجلس المدينة وقسم الإدارة الهندسية بالشيخ زويد أعمال تركيب محولات كهربائية جديدة لقرى الثومة وأبو مغيط وأبو مهاوش جنوب وغرب مدينة الشيخ زويد، وجاري العمل على استكمال أعمال الإضاءة لجميع القرى والتجمعات السكنية بنطاق الشيخ زويد. في الشرقية أعلنت مديرية الصحة عن تنفيذ قافلة طبية علاجية شاملة بقرية الروضة التابعة لمركز مدينة الصلحية الجديدة. اشتملت القافلة الطبية على 15 عيادة بها 13 تخصص طبي لخدمة أهالي القرية والقرى المحيطة بالروضة. وقعت القافلة الطبية الكشف الطبي المجاني على 2572 مريض من أهالي القرية مع صرف العلاج اللازم ليهم. في دمياط أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن قطع المياه اليوم الأحد عن عدد من المناطق للصيانة على أن تعود المياه فور انتهاء الأعمال، ومن المقرر بحسب بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط أن تبدأ الأعمال الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 3 مساءً لمدة 6 ساعات. في الأقصر حلقت من أرض مطار رحلات البالون الطائر 45 رحلة أقلت على متنها حوالي 1200 سائح من حول العالم في أجواء من البهجة والفرحة بين السياح القادمين من حول العالم بالبر الغربي. في كفر الشيخ أكدت المحافظة أنه جرى تمويل 109 مشروع للأسر الأولى بالرعاية بتكلفة 2,180,000 جنيه بمشاركة مديرية التضامن بكفر الشيخ تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.